يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الاتاك اللي بعديه ارب سبوفينج. ايه حوار بقى الارب سبوفينج ده؟ هفترض دلوقتي ان انا عندي هنا راوتر كونكتد على سويتش، والسويتش ده كونكتد عليه جهاز كمبيوتر ليجيتيميت عادي جدا. ده الراوتر، ده السويتش، وده البي سي الكلاينت، وعندي هنا اتاكر. نحط كده الاول الاي بي هات. هفترض ان الكلاينت ده الاي بي بتاعه 10.0.0.2 والماك بتاعه ايه، وبالنسبه للراوتر هفترض ان الاي بي بتاعه 10.0.0.1 والماك بتاعه بي. طبعا البي سي اصلا عشان يقدر ان هو يطلع الانترنت ماست يكون عارف معلومات الجيت واي، الاي بي والماك، صح؟ طب الاي بي كده كده هياخده عن طريق دي اتش بي سيرفر، او انا حطيته بايدي بطريقه مانيوال، تمام. طب بالنسبه للماك هيجيبه ازاي؟ عن طريق ان اول باكت اصلا بيبعت عن طريق بروتوكول الارب، بيبعت برودكاست يا جماعه بليز 10.0.0.1 يرد عليا بالماك بتاعه، تمام. الفكره بقى دلوقتي كلها، طبعا هو اخذ الماك وكيشه عنده. الفكره بقى ان الاتاكر ده عن طريق برامج ممكن يلعب عليه. ازاي؟ بروتوكول الارب ممتاز، عملوا منه فيرجن كمان اسمه جراتيوتوس ارب. ايه الحوار بقى بتاع جراتيوتوس ارب ده؟ جراتيوتوس اصلا كترجمه معناها يعني حاجه ملهاش لازمه، تمام؟ undesired، تمام؟ ايه الفكره بتاعته؟ لو انا دلوقتي شلت الراوتر ده وجبت راوتر جديد، طبعا الراوتر الجديد هديله نفس الاي بي، بس اكيد طبعا الماك بتاعه هيبقى متغير، صح؟ كده معنى كده ان اكست الكلاينتس كلها هيبقى مكيشه عندها معلومه غلط، لان اصلا المعلومه بتاعه الماك اتفقنا تاني مجرد ما بتوصل للكلاينت بيكيشها. هيكيشها فتره قد ايه؟ على حسب الاوبريتنج سيستم. في بعض الاوبريتنج سيستمز بتفضل مكيشه المعلومه بتاعه الماك لغايه 4 ساعات. انت بقى كادمنستريتور هتلف على الموظفين يا جماعه بليز ديسيبل وانيبل الكارت تاني عشان يحس بالماك الجديد؟ اصلا الموظف العادي مش من حقه يعمل ديسيبل وانيبل. هتطلب منهم ان هم يعملوا ريستارت للجهاز ككل عشان يديتكت الماك الجديد؟ مش منطقي. طب والحل؟ ففكروا اصلا ان هم يعملوا فيرجن للارب اسمه جراتيوتوس ارب. ايه الفكره بتاعته؟ ان الراوتر مجرد ما بيوصل في شبكه هو بنفسه اصلا بيبعت لكل الكلاينتس اللي حواليه يقول لهم يا جماعه بليز امسحوا الماك القديم، الماك الجديد بتاعي اهو. دي الفكره بتاعته، تمام؟ قام جاي بقى الاتاكرز لعبوا بقى بالحته دي. استخدموا البروتوكول بتاع جراتيوتوس ارب ده بحيث ان هو عن طريق تولز يبعت للبي سي اساسا يقول له وانت رايح ل 10.0.0.1، مش انت عايز تروح ل 10.0.0.1 ده الجيت واي بتاعك؟ خد الماك الجديد اهو سي، ويروح مديله الماك بتاع جهاز الاتاكر ذات نفسه، ويلعب على الراوتر هو كمان، يروح للراوتر وانت رايح ل 10.0.0.2 الماك بتاع 10.0.0.2 اهو سي. ايه ده؟ معنى كده ان جهاز ايه لما يكون عايز يطلع انترنت هيطلع عن طريق مين؟ الجهاز بتاع الاتاكر. هيروح فين؟ نوير هيعمل دروب للباكت. بس اتفقنا تاني الراجل ده ذكي، مش الهدف عنده خالص ان هو يعمل دروب للباكت. كل اللي يعمل دروب للباكت ده اللي كانت البرنامج بتاع النت كات الطريقه اللي كان بيشتغل بيها. عيل رخم كده يروح مشغل النت كات يوجه الناس كلهم ان هم يستخدموا الباك بتاعه، وبعد كده خلاص محدش هيعرف يطلع انترنت فيستخدم السرعه كلها. بس ده اذكى. هيعمل ايه؟ يعمل ريدايركشن للباكت يبعتها تاني على الراوتر. بقى ايه؟ ما ننسى بدري. بقى ايه؟ ها؟ ما ننسى بدري، صح؟ في اي مشاكل في الجزء ده؟ احل المشكله دي ازاي بقى؟ عن طريق اساسا الميتيجيشن بتاعي بقى، عن طريق دايناميك ارب انسبكشن. دايناميك ارب انسبكشن. كلمه انسبكشن يعني ايه؟ فحص. الدايناميك ارب انسبكشن اصلا معتمد على الدي اتش سي بي سنوبنج. معتمد على مين؟ الدي اتش سي بي سنوبنج. احنا قلنا من شويه ان الدي اتش سي بي سنوبنج اصلا على سويتش هيبدا ان هو يكريت عندي بايندنج تيبل، هيبقى جواه الاي بي بتاع الكلاينت اللي اخده من الدي اتش سي بي سيرفر ايه، والماك بتاعه ايه، وكونكتد على بورت ايه، وفتره الليز بتاعته ايه، تمام. فهيبدا بعد كده اساسا السويتش اول ما شغل عليه الدايناميك ارب انسبكشن اي باكت جايه لي من البورت ده على اي بورت، تمام، هيبدا يتشيك اجينست البايندنج تيبل. ايه ده؟ انت بتقول ان انت الماك بتاعك كذا وجاي من بورت كذا واخد اي بي كذا؟ اه ماشي اوكي، خلي الترافيك ده يعدي. طب لو المعلومات مختلفه عن اللي موجوده عندي في البايندنج تيبل؟ لا، هيعمل دروب للباكت دي. واضحه كده؟
تمام. نقوم بقى اللاب ده كده في البريد، بس عملت شويه شغل كده بسيط. تمام، ربطت اصلا مكنه اللي هي التن دي، ربطت مكنه التن بالكلاود، تمام، ومكنه الكيلي ربطتها بكلاود ثانيه. خليت مكنه التن بتشاور على في نت 3، تمام، ومكنه الكيلي خليتها بتشاور على في نت 2، وربطتهم اساسا بالاي او يو سويتش، والاي او يو سويتش ربطته بالراوتر، تمام، لان الراوتر ده دلوقتي هعمل عليه كونفيجريشن انه يطلعني على الانترنت. ازاي؟ ربطته اصلا بكارت اللوب باك الوهمي بتاعي، وعن طريق اصلا الكارت الحقيقي الواي فاي. كليك يمين عليه بروبرتيز، جيت تحت شيرنج، تمام، وقلت له الاو شيرنج، وربطته بالكارت اللي هو الاثرنت اللي هو اللوب باك، تمام، لان في النهايه اصلا كارت اللوب باك الكارت ده او كارت اس الواي فاي هو اللي هيطلعني انترنت، وانا ربط الراوتر بكارت مين؟ اللوب باك. انا الهدف عندي دلوقتي ان انا اطلع الراوتر ده انترنت، تمام. فاللي انا هعمله ندخل كده الاول بس على الكونسول، هنزل تحت الانترفيس فاست 1 اوفر 0. الناس بقى اللي ملهاش مايكروسوفت، دي حاجه كده بنسميها بريدج شيرنج ما بين الاثنين، تمام. مجرد ما انا قلت له اساسا خلي الكارت ده بريدج لده، بياخد اي بي 192.168 اي حاجه اي حاجه. انا مش حاطه الاي بي ده، ده اي بي اصلا واخد الطريقه دايناميك، تمام. والكارت الواي فاي بتاعي اتفقنا ده اللي مطلعني على الانترنت، ده واخد اي بي 192.168.19، تمام. فانا هاجي دلوقتي بقى على الراوتر، اول حاجه هنزل تحت الانترفيس فاست 1 اوفر 0، ده اللي رابطني اصلا بالكارت بتاع الايثرنت 2، واقول له اي بي ادرس. ممكن ان انا اديله بس ايه؟ اي بي في نفس الريجيمات 192، اعتقد كانت 137 اي حاجه، او مثلا ممكن اقول له لا خليه ياخد اي بي بطريقه دايناميك. المفترض دلوقتي لو كل حاجه عندي سليمه ياخد 192 في نفس الرينج بتاع الكارت اللي هو اللوب باك ده، 137 اي حاجه. شو اي بي انترفيس بريف لسه لغايه ما ربنا يقومه كده بالسلامه. عايزه برضو ان انا اعمل عليه ديفولت راوت يرمي على الراوتر الحقيقي، تمام. فهقول له ايه؟ اي بي راوت، يعني لو عايز اوصل لاي حد اللي السبنت ماسك بتاعه اي حاجه. هو كده اتاخر، اديله اي بي بايدي وخلاص. فاست 1 اوفر 0، فاست 1 اوفر 0، ماشي، نديله اي بي بايدي وخلاص عشان ايه؟ منع المشاكل. اي بي ادرس 192.168، قلنا 137.100 مثلا. لو قلت له دلوقتي بنج على 192.168.137.1، كده في كونكتيفيتي. وبعد كده هقول له اي بي راوت، اني لو عايز اوصل لاي حد من السبنت ماسك بتاعه اي حاجه، ارمي على النكست هوب اي بي ادرس، تمام. وبالمره بس عشان انا عارفه ما يعملليش مشاكل، هقول له هنا اي بي دومين داش لوك اب تو فيريفاي. لو جيت ابنج بقى على الراوتر اللي بره خالص، اصبر عليه شويه بس لغايه ما يديني كونكتيفيتي. كمان كده على الكارت بتاعي، ادى ايربلاي على 9 اهو. لو جينا نشوف واحد برضو في ايه؟ كونكتيفيتي. لو جيت دلوقتي ابنج على الانترنت، كده في كونكتيفيتي، تمام. يبقى انا بس جهزت مين؟ اخد كده بقى سكرين شوت عشان نشرع عليها. يبقى انا جهزت كده المنطقه دي، تمام. نجهز بقى المنطقه اللي جوه. هاجي على الراوتر، على الانترفيس الداخلي اللي هو فاست 0 على 0، وادي له اي بي ادرس. سي مثلا المنطقه اللي بره دي احنا اتفقنا ان هي شغاله 192.168.137.0 اوفر 24. هخلي المنطقه اللي جوه دي مثلا شغاله 10 وات، يلا اوفر 24.
واخلي اصلا الراوتر يشتغل كدي اتش اس بي سيرفر للعشرات. اي بي ادرس عشرات واحد ونوم شوت داون، وبعد كده نكري الدي اتش اس بي اي بي دي اتش اس بي بول نتورك عشرات اوفر 24، وطبعا لازم ادي دي ان اس وادي ديفولت راوتر عشرات واحد. تمام. لو جيت دلوقتي مثلا على المكنه بتاعت الويندوز 10 مثلا وجيت على كارت الشبكه، نشوف كده هياخد اي بي فعلا عشرات ولا لا. ده في بي ان مش عايزينه دلوقتي، دبل كليك لقيته فعلا واخد كام؟ ده ستاتيك وبتين. واخد كام؟ عشرات. تمام. لو حاولت ان انا اطلع انترنت دلوقتي هيفيل لسبب الراوتنج شغال وكل حاجه، بس انا طلع انترنت عن طريق الراوتر الحقيقي بتاعنا، الراوتر الحقيقي بتاعنا ما عندوش معلومه عن العشرات، وبالتالي مفيش راوت باك، واكيد مش هروح عليه واعمل عليه راوت باك، وعشان كده دلوقتي هلجأ ان انا اطبق نيتنج على الراوتر ده عشان الراوتر اصلا ياخد الترافيك يطلعه كانه من 168، وبالتالي الراوتر اللي بره عنده معلومه بالشبكه دي. تمام. نعمل الكلام ده بقى كده بسرعه على الراوتر، هقول له اكسس ليست اللي سي مثلا رقمها 1 برميت لشبكه العشرات. تمام. وبعد كده اقول له اي بي نت انسايد سورس الاكسس ليست اللي رقمها 1، هطلع الكلام ده من الانترفيس اللي هو فاست 1 اوفر 0، وبعد كده انزل تحت التو انترفيسز اللي هو فاست 0 على 0، اقول له اي بي نت انسايد اي بي نت انسايد، والانترفيس الثاني فاست 1 اوفر 0 اي بي نت اوتسايد. كده المفترض لو كل حاجه تمام عندي مكنه اهي لقطت قشطه، نكونكت كده بدأت فعلا ان هي تكونكت. ندخل على جوجل بدل الاشكال دي. كده في كونكتيفيتي فعلا عن طريق مين؟ الراوتر بتاعنا ده. تمام لغايه دلوقتي. طيب نيجي برضو على المكنه كده بتاعت الكيلي، هحاول كده ان انا اخد اي بي. يلا لو انا قلت له دلوقتي تي اتش كلاينت اي بي ادر شو انترنت زيرو، كده لسه ما اخدش اي بي جي اتش كلاينت. طب احدد له الكارت انترنت زيرو كده اي بي ادر شو، كده اخد اي بي مين؟ عشرات. تمام. الفكره بقى دلوقتي كلها ان انا عايزه اشغل فين اللاب بتاعنا، عايزه اشغل مجموعه من التولز على المكنه بتاعت الكيلي بحيث ان اليوزر ده لما يجي يطلع على الانترنت يكبش في الترافيك. تمام. ويوجهه على الراوتر. تمام. اعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه هستخدم التول بتاعه الان ماب. التول بتاعه الان ماب دي هي تول اصلا ممكن انزلها لوحدها وموجوده اصلا كده كده ان بلت ان في الكالي لينكس. الميزه القويه جدا اللي فيها ان هي بتعمل لي الاول سكان على الشبكه كلها، تجيب لي مين هي الاي بيهات الافيلابل اللي اقدر عن طريقها اصلا ان انا اعمل اتاك على الاي بيهات الالايف دي. تمام. فهقول له على مكنه الكالي ان ماب ماينس اف كابيتال، انا عايزه اعمل سكان على شبكه العشرات،
هيبدأ يتشيك دلوقتي على كل الاي بي هات الفاليد على ما يقوم بقى. بعد كده الامر ده هو سوري بقى ده شغل لينكس شويه تمام، هحط قيمه واحد اصلا جوه الملف في المسار ده. الامر ده من الاخر عشان ما دخلش الناس في المتاهات بتاعه لينكس، ده اللي هيعمل لي ريدايركت للترافيك على الراوتر تمام. فبرضو هاخد كوبي كده من الامر ده كده فعلا. ده اي بي عندي ايه 10.004 10.002 تمام 10.001. المكنه بتاعه الكلاينت احنا اتفقنا ان هي واخده اي بي كام 10.002 تمام. يبقى هيجي دلوقتي كده هنا اكتب الامر بتاع الريدايركشن اتست الاول، او حتى من غير ما تست من لسه ما عملتش اصلا اتاك. هاجي بعد كده اقول له ارب ستوف ماينس اي كارت الشبكه بتاعي اللي هو ايثرنت 0 تمام ماينس تي. نكتب بس الاول الامر ده على الكلي وبعد كده نحدد هعمل فيه ايه. دلوقتي الاي بي بتاع 10.002 انا عايزاه اصلا لما يكون عايز يروح ل 10.001 ياخد الماك بتاع ده بتاع مكنه الكيلي. قبل ما اعمل الكلام ده لو انا جيت دلوقتي هنا على المكنه بتاعه الكلاينت بتاعتي ودخلت على السي ام دي وقلت له ارب ماينس اي، هلاقي ان انا عشان اروح ل 10.001 هطلع عن طريق الماك ده. الماك ده فعلا بتاع الراوتر اللي اوله سي سي اي ده فعلا بتاع الراوتر. تو فيريفاي لو انا جيت على الراوتر كده وقلت له شو معلومات عن الانترفيس فاست 0 على 0 انكلود البي اي اي، فعلا هو ده الميجا اخره 4 اصفار تمام. هاجي بقى دلوقتي على المكنه بتاعت الكيلي اوكي نفتح كونسول تاني اوبن تيرمينال ثانيه وهكتب الامر برضو اوكي نفس الامر بس هعكس بقى تمام. هقول له ان انت لو عايز تروح ل 10.002 لو عايز تروح ل 10.001 الماك اهو خد الماك بتاع مكنه الكيلي. لو انا جيت دلوقتي هسيب الاتاك شغال، لو انا جيت دلوقتي قلت له ارب ماينس اي 10.001 مش هو ده، دي الماك على فكره فعلا بتاع مكنه الكيلي بتاعتي انا حافظاه اف دي 7.1 ده فعلا الماك بتاع مكنه الكيلي تمام. ورغم كده لو جيت اطلع انترنت عشان انا طبعا كتبت الامر بتاع ايكو وحطيت قيمه واحد جوه المسار ده هلاقي المكنه بتاعتي طلع انترنت مفيش مشاكل تمام. بعد كده لو انا عايز اكابتشر بقى ترافيك اعمل ايه؟ في عندي هنا طول اسمها دريفنت. دريفنت دي طول محترمه قوي، لو جيت اشغلها كده طبعا كل واحده على دول هشغلها في كونسول مستقل فايل اوبن تيرمينال انتر هيفتح لي دلوقتي نافذه نكبرها بس حاجه خفيفه اي ترافيك دلوقتي او اي موقع الكلاينت هيحاول انه يطلع عليه بس يكون كلير تكست اي صور فيه هيعمل لها كابتشر تمام. طيب نستخدم برضو كده نفتح تيرمينال كمان وهحتاج برضو ان انا اكتب يو ار ال سنابر كوبي الامر ده برضو اي دلوقتي ترافيك اليوزر برضو يعني لو انا جيت دلوقتي كده على المكنه بتاعت الكالي على المكنه اسفه بتاعت الكلاينت ريفرش كده لو جيت هنا على المكنه بتاعت الكيلي المفترض دلوقتي هيظهر ان اليوزر بيحاول يطلع على موقع جوجل مش شور ليه ما جابش حاجه. طب نحاول ان احنا نطلع كده على موقع تاني زي مثلا تي شوت داش سوليوشنز دوت كوم دخل اهو ام نوت شور ليه مش عايز يجيب هنا حاجه هو بيجيب الحاجات الموقع كده كده بيجيبها انما بالنسبه للصور ما بيجيبش الا بس الكلير تكست
المفترض يجيب. طيب نحاول ان احنا نستوب ده كده، كنترول سي، نجرب تاني دريف. ان شاء الله برضه التون دي كده، واتاكد فعلا هنا ان هو لسه شايف ايه ارب ماينس ايه، ده فعلا الماج بتاع مكنة الكالي 10001. تمام عم تشوف دي، عم تشوف مش عارفه ليه بقى ما جابش صور المره دي. المفترض ان هو طالما انا داخله على موقع اساسا كلير تكست مش اتش بي اس، المفترض ان هو كان بيجيب الصور. حتى الموقع بتاعنا دايما بتست عليه بيجيب الصور بايظه ومتنيله عشان حجمها كبير وبتصرف في ويندو صغيره، والمفترض ان هو كان بيجيب لي اليو ار ال هنا. يعني ما علينا. المهم تاني دلوقتي لو جيت هنا لسه شايف فعلا الماك بتاع مين؟ مكنة الكلاينت اللي هي بتاعت الكالي صح؟ طيب لو جيت استوب بقى الاتاك ده كده بياخد كام ثانية عشان بس يرجع كل حاجة على الديفولت. هتأكد برضو هنا من حاجة، جايز انا كنت عملت الاتاك اساسا غلط، انسرنيت 2 وده الغلطة من عندي انا، نصلحها بسرعة. انا خليت الاتنين زي بعض بالظبط، تمام؟ هغلي بس دي هي الاتنين ودي هي الواحد ودي 2 و1، المفروض اعكسهم عشان الاتاك المفترض بيتم على الكلاينت وعلى النيلة ده اسمه ايه؟ الراوتر. تمام؟ لو جيت بقى تاني كده هنا ارب ماينس اي، نحاول تاني كده نرفرش كده، فعلا بدا يجيب فعلا الايه؟ اليو ار ال بتاع المواقع اللي انا دخلت عليها. تمام؟ واحاول ان انا بس ادخل كده ايه على جوجل الاول. طبعا جوجل المفترض ان هو مش هيجيب لي اي صور ليه هنا لان جوجل سكيورد، هيجيب لي هنا برضو المفترض ان هو بيحاول ان هو يدخل عن طريق الموزيلا فايرفوكس على جوجل. تمام نجرب تاني تي شوت solutions.com. الصور حالف ما يجيبها، بس بالنسبه لليو ار ال جاب لي فعلا اليو ار الز بتاعت المواقع اللي انا ايه داخله عليها. تمام يعني اتفقنا تاني، بس المفترض ان اي حاجه انسكيورد الصور بتاعتي بتظهر هنا. طب انا عايز احمي بقى نفسي من النوع ده من الاتاك. قلنا تاني لو انا جيت بس الاول كده استوب كنترول سي على الاثنين، الاتاك ده وهو بيتفنش بيرجع كل حاجه على الديفولت. تمام فلو جيت دلوقتي هنا كده ده خلص خلاص اهو، لو جيت على المكنه تاني بتاعت الكلاينت قلت له ارب ماينس اي، فعلا رجع تاني ده الماك بتاع المكنه بتاعت الراوتر بتاعي. تمام احمي نفسي بقى ازاي من النوع ده من الاتاك؟ جاست بس ان انا هاجي كده على السويتش واشغل الاي بي انسبكشن، ارب انسبكشن. ازاي؟ هقول له اي بي ارب انسبكشن، لو استخدمت الهيلب لازم احدد انا عايز اشغله على انهي في لين. تمام نقلب برضو كده شويه، لو استخدمت الهيلب كده فلتر دي هناخدها كمان شويه. تمام فاليديت برضو كمان شويه كده خلاص تقريبا، يعني ده بس اللي انا محتاجاه ان انا احدد بالنسبه لانهي في لين. لو جيت اقوم تاني الاتاك ده كده هيبدا يظهر لي هنا لوجز كل شويه على السويتش. تمام هي ده كبيره لوجز. ولو جيت على المكنه بتاعت الكلاينت ارب مفيش اي تاثير. تمام كده طيب كنترول سي كنترول سي. في بعض الاحيان بقى نمسك كده هنا سوبولج ده تاني، في بعض الاحيان ممكن يكون عندي هنا كاس كمبيوتر مثلا، هفترض ان هو ده واخد ستاتيك اي بي مش دايناميك، واخد ايه
static اي بي. طبعا الفيتشر ده المفترض ان انا كنت برضو اشغل هنا الدي اتش سي سموثنج، لان المفترض ان هو بيبص على الدي اتش سي سموثنج داتابيز، تمام؟ فكان المفروض برضو اقول له هنا اي بي دي اتش سي بي سموثنج مسافه دي اتش بالنسبه لفي لين 1. تو فيريفاي بقى لو انا قلت له هنا شو اي بي دي اتش سي بي سموثنج بايندنج انتر، طبعا عشان اكست الكلاينت بتاعتي اخدت اي بي بعد ما انا شغلت الفيتشر ده، فيجي بس على جهاز الكمبيوتر مثلا بتاع مكنه التين كفايه واعمل ديسيبل للكارت وانيبل تاني. بس قبل ما اعمل انيبل نكمل الكونفيجريشن بقى بتاعتي دي سي سموثنج، يعني هاجي على الانترفيس ده كده واقول له ان ده الانترفيس ده هو تراستد بالنسبه لي، صح؟ انترفيس صفر زيرو على زيرو اي بي دي اتش سي بي سموثنج تراست، وبعد كده اقول له نو اي بي دي اتش سي بي سموثنج انفورميشن اوبشن، تمام؟ نخلي بقى كده المكنه بتاعت التين تاخد اي بي لسه، بس اخد دي ان اس كده لسه. مع السويتش كده طلع لي هنا سيس لوك، تمام. هي المفترض ان ياخد اي بي لو في البرودكشن حقيقيا. المشكله عندي عشان بس ده اصلا في ام وير، كليك يمين هنا سيتنجز، هو انا ربطاه اساسا بالمكنه بتاعت في نت 3، وفي نت 3 لو جيت كده على كروت الشبكه الحقيقيه بتاعتي، تمام، في نت 3 ده هلاقيه هو كمان واخد ماك، هو كمان ده الماك فعلا اللي ظهر عندي هنا. فين 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 هو المفترض دلوقتي ان هو يبعت واحد بس، ظهر اتنين. طب لو قلت له هنا شو اي بي دي اتش سي بي سنوبنج بايندنج 10005، نشوف مين 10005 ده كده. اخد هو اي بي بس اخد شويه وقت. المشكله تاني عشان بس حوار الكارت الزياده في الفي ام وير، تمام. طيب دلوقتي عمال يظهر لي سيس لوجز اهو انفاليد ارب. ليه بيظهر كده؟ قلنا تاني المشكله عندي ان اساسا الفي ام وير لما بيسطب بيرمي عندي كارتين شبكه وهميين، انا ربطتهم على في نت 2 وفي نت 3، كل واحد من دول اساسا بيحاول هو كمان ان هو يبعت ارب. فالمفترض ان اي كلاينت دلوقتي هيحاول ان هو يعمل لي اساسا التاج هيفضل يظهر السيس لوجز دي، تمام. طب نكمل. افرض دلوقتي ان الكلاينت ده واخد ستاتيك اي بي مش دايناميك، احنا اتفقنا تاني ان هو اصلا الارب انسبكشن معتمد ان هو بيشوف المعلومات اللي جوه مين، البايندنج تيبل. طب لو هو واخد ستاتيك اي بي، قال لك في حلين بقى. الحل الاولاني ان انا اعمل له اكسس كنترول ليست. ان انا اعمل له ايه؟ اكسس كنترول ليست. يعني انا لو قلت له دلوقتي شو اي بي ارب انسبكشن انتر، ارب انسبكشن، تمام، قال لي دلوقتي ان هو انيبلد بالنسبه لفيلان واحد، تمام، وبالنسبه للاكسس كنترول ليست مفيش هنا حاجه، صح؟ انا عايزه دلوقتي ان انا اكريت له اكسس كنترول ليست بالنسبه لجهاز الكمبيوتر ده. هاجي بس عشان الجهاز اللي عماله تصور لي دي والمكنه بتاعت الكلاينت دي كده خلاص، تمام. اكريت له اكسس كنترول ليست زي ما اتفقنا. ازاي؟ هاجي اقول له ارب اكسس ليست وادي له اي اسم للاكسس كنترول ليست دي، وبعد كده اقول له بيرميت للاي بي اللي هو 10.0.0. هفترض ان الجهاز ده واخد ستاتيك اي بي 100، تمام، للوايلد كارد كذا، والماك بتاعه هفترض ان الماك بتاعه هو ده انتر. هو طالب مني ايه هنا؟ احط له بس هنا كلمه هوست الاول عشان احدد ان انا شغاله بماك واحد، او كنت نديله بدل كلمه هوست اديله ثلاث اصفار، ثلاث اصفار ده اللي هو الوايلد كارد بتاع الماك، يا ده يا ده، تمام. تو فيريفاي لو قلت له شو ارب اكسس شو ارب اكسس ليست انتر، دي الاكسس ليست اللي انا عملتها، دي طريقه، تمام.
الطريقة التانية ان انا كنت اساسا اضيف الاي بي ده بطريقة ستاتيك جوه البايندينج تيبل. تمام؟ ازاي؟ هقول له اي بي سورس بايندينج مسافة الماك بتاع الكلاينت اللي هو مربوط عندي على في لين واحد، الاي بي بتاعه فرضنا ان هو 10.0.0.100 مربوط على انهي انترفيس؟ اسر 0 على 1. دي طريقة تانية، يا دي يا دي. تمام؟ طيب حاجة تانية، اي انترفيس دلوقتي موصل ما بين تو سويتشز، ادي سويتش وادي سويتش تاني، اي ابلينك المفترض الريكومندد ان انا اخلي الانترفيس ده تراست. يعني ايه؟ اول ما بشغل الفيتشر بتاع الاي بي ارب انسبكشن كل الانترفيسز اللي عليه بتبقى اساسا ان تراستد باي ديفولت، يعني هيتشيك على كل بورت. تمام؟ طب دول تو سويتشز، يعني معنى كده ان هيجي لي من هنا ارب كتير جدا، معنى كده ان انا هعمل لود عالي قوي قوي على السويتش علشان كل باكت يعمل عليها تشيك، صح؟ انسبكشن. وعشان كده اي انترفيس اصلا موصلني بابلينك ريكومند التاني ان انا احوله لايه؟ لستاتيك، اسفل لتراست. ازاي؟ هنزل تحت الانترفيس، هفترض ان هو في حالتي مثلا اسر 0 على 0 واقول له اي بي ارب انسبكشن مسافه تراست. اي بي ارب انسبكشن ايه؟ تراست. تمام؟ يبقى تاني اي انترفيس رابطني بستاتيك اي بي زي السيرفر على سبيل المثال وعايز اعمل انسبكشن على الباكتس، لان ممكن يكون في فيروس نازل على السيرفر بيعمل ارب انسبكشن ارب اتاك. تمام؟ فانا عايز اشغل عليه الارب انسبكشن رغم ان هو اصلا عندي ستاتيك اي بي، او حتى البورت اللي كونكتد بالراوتر، لان الراوتر عاده ما بياخدش دايناميك اي بي، بياخد ستاتيك اي بي، وبرده عايز اشغل الارب انسبكشن عليه. يبقى ساعتها يا اما اضيفه زي ما عملناه، او ان انا كريت له اكسس ليست. الحاجه الثانيه، اي ابلينك ريكومندد ان انا اخليه ايه؟ ترستد، علشان الارب انسبكشن ما يعملش انسبكشن على كل باكت جايه لي من البورت ده. تمام؟ طيب حاجه كمان، الارب اصلا المفترض ان هو يعني بيطلع لي سيسلوك زي ما اتفقنا، وفي ليميت برضو معين، بمعنى انا هستحمل كام باكت اصلا من اليوزر؟ باي ديفولت 15 باكت بير سكند. باي ديفولت كام؟ 15 باكت بير سكند. انا ممكن دلوقتي احدد الليميت ريت بتاعتي اقلله مثلا عن كده، بحيث ان البي سي اول ما يبدا ان هو يبعت عدد باكتس اكتر من 15 باكت بير سكند اوقع الانترفيس في حاله الايرور ديسيبل. يعني تعالى نسيميليت الكلام ده كده، انزل تحت الانترفيس اسر 0 على 2 واقول له اي بي ارب انسبكشن ليميت الريت بتاعي، احنا اتفقنا الديفولت كام؟ 15 باكت بير سكند، سي مثلا هخليه 10. تمام؟ لو انا جيت دلوقتي بقى على المكنه بتاعت الكالي والاول كده مثلا اي طول بتعمل لي مثلا فلاد زي الان ماب على سبيل المثال، تمام؟ عايزه ان انا تشيك على العشرات، هو شكله وقع ولا ايه؟ اي دي ادر شو ام انفاليد ارب، انفاليد ارب ماب هو حتى اساسا عن طريق الانسبكشن عمل بلوك اصلا للانترفيس، لكن زي ما اتفقنا البي سي اصلا لو قدر ان هو يبعت عدد باكتس كتير هيوقع الانترفيس في حاله ايه؟ الايرور ديسيبل. اخر حاجه بقى، لو قلت له هنا اي بي ارب انسبكشن لو استخدمت الهيلب، تمام؟ احنا طبعا كنا من شويه اساسا شغلنا اكسس ليست، المفترض ان انا اطبقها مش مجرد ان انا كريتها خلاص، فلازم اقول له فلتر الاكسس ليست بتاعتي اللي انا سميتها نيم تبع فيلين واحد. تمام؟ اخر امر ممكن اقول له هنا فاليديت. فاليديت يعني ايه؟ الارب انسبكشن المفترض ان هي بتبص على الماك بس، صح؟ انا ممكن اقول له كمان بص على الديستنيشن ماك، تشيك على ديستنيشن ماك، وممكن اتشيك على الاي بي كمان في نفس السطر، تشيك على الاي بي كمان وتشيك كمان على السورس ماك، بس ده طبعا هيعمل لود عالي قوي على السويتش بتاعي. خلاص كده؟ تمام. ده نوع الاتاك اللي احنا سميناه ايه؟ الارب سبوفنج. تمام؟ في نوع كمان من الاتاك الاي بي سبوفنج. طيب
ايه الارب سبوفنج ده بقى؟ عندي يوزر على سبيل المثال غير الاي بي بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعه، تمام؟ ليه؟ حط اي بي بتاع اللي عنده قدره انه يغير الاي بي، قدر يدخل كادمنستريتور. ليه بقى؟ حط على الجهاز بتاعه اي بي بتاع سيرفر ليه صلاحيات اعلى، تمام؟ ويضحك على السويتش عشان اي حد عايز يوصل للسيرفر ده ياخد هو الترافيك. احمي نفسي ازاي؟ عن طريق اي بي سورس جارد، عن طريق فيتشر اسمه ايه؟ اي بي سورس جارد. الاي بي سورس جارد بالمناسبه من ضمن الفيتشرز الثقيله شويه اساسا على السويتش، ومش سبورتد على كل الموديلات، سبورتد على نوعيات بس من السويتش. ازاي؟ هنزل تحت الانترفيس اللي انا عايزه اطبق عليه السورس جارد واقول له اي بي فيريفاي سورس انتر. ممكن ازود كمان لو استخدمت الهيلب، في عندي هنا فيتشر كمان اسمه او اوبشن كمان اسمه بورت سكيورتي. لو انا استخدمت الاوبشن ده كده هيغنيني كمان عن الدايناميك ارب انسبكشن، هي انسبكت الاي بي وانسبكت كمان الارب، تمام؟ في اي مشاكل في الجزء ده؟